عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني، ارتأيت أن أقاسمكم أو أشارككم هذا الموضوع خاص بمادة الفيزياء المستوى الثانية بكالوريا والمتعلق بدرس الكهرباء فيما يتعلق بثنائي القطب RC. إذا الموضوع سترونه الآن أمامكم باللغة العربية يتكون من جزئين، الجزء الأول هو الذي أمامكم، يعني عبارة عن مركب أو تركيب جريبي ممثل من مولد مكون من مولد مثالي للتوتر، قوته المحركة هي أ، وناقلين أوميين ار أ و ار دو، حيث أن ار دو إتيكال دو ار أ إيكال أن كيلو أوم، ومكتفة أو مكتف سعتها سي، وبادلة، البادلة هي قاطع التيار. إذا بعد شحن المكتف كليا نرجح القاطعة أو البادلة للموضع الآخر لإنجاز عملية تفريغ المكثف عند لحظة نعتبرها مبدأ للزمن. إذا أولا في أي موضعين تم وضع البادلة عند اللحظة T تساوي الصفر، احسب U دو سي T إيكال زيرو و U R دو T إيكال زيرو. بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر U R دو بين طرفي الناقل الأومي R دو تكتب على الشكل طو ديريفي دو U R دو سور دي تي بلس U R دو إيكال زيرو، محددا عبارة طو بدلالة مميزات الدارة. إذا كلمة تتبانش واضحة، إذا فهذه هي مميزات، هنا مميزات ناخدو هذاك النقطة نكتبها هنايا بلون آخر. إذا هذه تعني مميزات الدارة. نعم، إذا غادي نجاوبوا على هاد الأسئلة ثم غادي نمروا للأسئلة الموالية. إذا أول شيء خاصنا نركزوا عليه مزيان، وهو أنه قال بأن بعد شحن المكتف كليا، إذا عملية الشحن فهي تتم عندما نضع قاطع التيار في الموضع أ، وبعد الشحن الكلي ننقل هذا قاطع التيار إلى الموضع 2، إذا لتتم عملية التفريغ. إذا في عملية التفريغ تتم بنقل القاطعة عند الموضع 2، إذا نقول في هذا في أي الموضع أن تم وضع البادلة، إذا نقول تم وضع البادلة في اللحظة T تساوي الصفر في الموضع 2 الذي يتعلق بتفريغ المكتف في الموصل الأومي R2. إذا السؤال الثاني هو أحسب U دو سي عند اللحظة T تساوي الصفر. إذا بما أنه تم شحن المكتف كليا، يعني أن التوتر بين طرفي المكتف أخذت القيمة أ، هذا من جهة. من جهة أخرى تعرف بأن UR2، هذا للتذكير فقط، إذا طبقنا قانون إضافية التوترات يعني أن UR2 بلس UC إيكال أكوا إيكال أزيرو، عملية التفريغ. إذا في اللحظة T تساوي الصفر، أن UR2 في اللحظة T تساوي الصفر زائد UC في اللحظة تساوي الصفر إيكال صفر. بما أن هذه تساوي أ، يعني أن UR2 في اللحظة T تساوي الصفر إيكال أ موان أ، هذا ضروري. إذا الآن غادي نمشيو المعادلة التفاضلية التي يحققها UR2. إذا نعلم جيدا أن إذا إلا خدمنا بعملية التفريغ، يعني غتولي عندنا هنا قانون إضافية التوترات، نطبقوا قانون إضافية التوترات تعطينا العلاقة التالية UR2 بلس UC إيكال زيرو، سيتادير UR2 بلس UC، تنعرف بأن Q إيكال C UC، هنا لتذكير أن Q إيكال C UC، يعني أن UC إيكال Q سور C إيكال زيرو. إذا إلا طبقنا عملية الاشتقاق D سور DT
de UR2 plus DQ sur DT هي X sur C égale à 0. إذا هنا اش درت عملية الشقاق ديال هاد الإكسبريسيون أو التعبير ككل، علما أن UR2 إيكال أ R2 فوا إي، يعني أن إي تساوي ماذا؟ UR2 سوغ R2، وبالتالي العلاقة أو ليكواسيون ديفيرونسيال تصبح على الشكل التالي، لأن إي هي UR2 ولا UR2، ولكن هنا أصبح هنا أن سوغ R2 فوا C تساوي ماذا؟ تساوي صفر. وإذا وضعنا أن R2 C إيكال طو، دونك غتولي عندنا DU C عفوا DDU R2 سوغ DT بلوس 1 سوغ طو UR2 إيكال أ صفر. أو إذا ضربنا في طو غتولي عندنا طو DDU R2 سوغ DT بلوس U R2 إيكال أ زيرو. دونك هذه هي المعادلة التفاضلية كما ترونها الآن أمامكم. إذا هذا هو السؤال المطروح محددا عبارة الطوق بدلالة الزمن. دونك رحنا قلنا بأن الطوق هي R2 فوا C، إذا هذا من جهة. الآن غادي نشوفوا بقية الأسئلة. الأسئلة هي الآن سؤال 4، بين أن UR2 فهو حل للمعادلة. إذا باش نبين بأن هذا حل للمعادلة يكفي أن نقوم ببرهنة أو بأن هذا الإكسبريسيو أو التعبير فهو يحقق المعادلة نفسها. إذا لدينا هذا السؤال الأول، نتبع القراءة دي الأسئلة. استنتج عبارة التوتر UC خلال عملية التفريغ المكتف، قال لك اكتب عبارة UC أي الطاقة المخزنة في المكتفة عند اللحظة T بدلالة الزمن وثابتة الزمن طو، و UC عند اللحظة T تساوي صفر أي الطاقة المخزنة في المكتف عند اللحظة T تساوي صفر. بواسطة وسيط معلوماتي نعاين تغيرات LN دو سي بدلالة الزمن، فنحصل على المنحنى التالي الذي هو أمامكم. إذن اعتمادا على المنحنى والعلاقة النظرية التي يطلب إيجادها، أوجد قيمة كل من سي ات إيكال زيرو وطو، ثم استنتج قيمة كل من القوة المحركة أو وسعة المكتف. الآن السؤال الموالي، نريد تركيبة مكتفة أخرى سعتها سي بريم في دارة التفريغ لتقليص مدة التفريغ إلى نصف مدة الشحن دون تغييرها، بين أن السي بريم إيكال السي سيغ طرو. إذن هذا الجانب الثاني فهو من ضمن الأسئلة التي يجب على كل طالب أن يكون عارف أولا الدرس أو المعطيات أو الخاصيات ديال الدرس باش يمكن ليه يجاوب على هذه النوعية ديال الأسئلة. إذا غنمروا الآن الجواب على هذا مختلف هذه الأسئلة، بدءا بالسؤال الأول اللي هو تيقول بأنه خصنا نبينوا بأن هذا UR2 فهي حل للمعادلة التفاضلية. إذا على بركة الله، إذا لدينا UR2 بدلالة الزمن، هذه من المعطيات اتيكال ا اكسبونسييل دو موان تي سور طو. اذا باش نبينوا بان هذا حل للمعادله، دون ان ننسى المعادله اللي وجدناها هي ماذا؟ هي طو دي يو ار 2 سور دي تي بلس يو ار 2 ايغال ا زيرو. اذا اش خصنا نبينوا؟ خصنا نبينوا بان هذا حل. اذا في ستادير من خلال القلب على اولا دي يو ار 2 سور دي تي اللي هي ماذا؟ اللي هي موان ا سورتو ليكسبونسييل دو موان تي سورتو، ونحاول ان نعوض كذلك هنا في هذه المعادله ستصبح على لدينا. اذا طو ضربنا في هذه غتصبح ماذا؟ تصبح موان ا اكسبونسييل دو موان تي سورتو بلس يو ار 2 يو ار 2 سي ا اكسبونسييل دو موان تي سورتو. تلاحظ بانها سافيريفي المعادله التفاضليه، يعني ان هذا حل للمعادله التفاضليه. اتمنى ان يكون الجميع فاهم ما اقصد بهذه الامور. اذا نقول بانها فعلا فهي حل. اذا بقات لنا باش نوجدوا اقصى نرجعوا للشروط البدئيه. عند اللحظه تي تساوي صفر، قلنا بان يو ار 2 في اللحظه تي تساوي صفر ايكال ام 1 او. اذا الى عوضت تي بصفر غتعطينا هي الاكسبونونسيال دو صفر هو 1، غتبقى لنا هي ا، دونك ا ايكال ا موان او. دونك فوالا،
قال لي دابا غنستنتجو او دو سي في اللحظه تي تساوي في اللحظه تي. تعرفوا بان هذه سي كوا دابغي المعادله التفاضليه او قانون الاضافيه التوتر، قلنا بان او سي بلس او ار 2 ايغال زيرو، يعني ان او دو سي ايغال كوا ايغال موان او ار 2 دو تي. اذا غتصبح عندنا هي موان ا اكسبونونسيال دو موان تي سور تو، بما ان ايغال ا ايغال موان او دونك عندنا او اكسبونونسيال دو موان تي سور تو، دونك فوالا او دو سي. إذا سأكتبها هنا، إذا نكتب هنا U دو سي في اللحظة تي سي كوا هي E إكسبونونسيال دو موان تي سور تو. فوالا، إذا غندوزو نمرو للسؤال الموالي. إذا ما هو السؤال الموالي؟ استنتج قلنا عبارة التوتر حنا درناها، اكتب خلال عامل التفريغ اكتب عبارة E دو سي. إذا شنو هي دو سي؟ هي الطاقة المخزنة في المكتف، ولكن قلنا بدلالة الطاقة المخزنة في اللحظة تي تساوي الصفر. إذا غادي نقولوا فوالا، إذا نكتبوا العلاقة اللي عرفناها في الدرس، وهو أن الطاقة المخزنة في المكتف عند لحظة تي هي أن دومي سي أو سي أو كاري. فوالا، نعلم جيدا أن إلا بغينا نعوضوا تي عند اللحظة تي تساوي الصفر غتكون هي أن دومي سي او سي او كاري في اللحظة تي تساوي الصفر، بما أن او سي عند اللحظة تي تساوي هي او دونك غتبقى هي أن سي او او كاري. إذا نخليو هذه أبار وغادي نجيو ليكسبرسيون دو او دو سي ا تي، قلنا شناهي هي او إكسبونونسيال دو موان تي سور تو. إذا مما يعني أن من خلال هذه العلاقة هذه ما نساوش بأن هنا سي او او كاري هي كوا؟ هي دو فوا او سي في اللحظة تي تساوي الصفر. ونرجعو غنقولو بأن او سي عند اللحظة تي سي كوا؟ سي ان دومي سي او او كاري. غندير لأن هذه كلها لو تو او كاري، او دو سي هي ان دومي سي، و او دو سي او كاري هي ماذا؟ هي او كاري ليكسبونونسيال دو موان دو تي سور تو، لأن هذا أو كاري غتولي هي موان دو تي سور تو. إذا هنا لاحظوا معايا مزيان أشنو هي سي أو كاري؟ هي هذه اللي هنا هي دو أو سي زيرو، وبالتالي تصبح أو دو سي عند اللحظة تي تساوي صفر هي قلنا هي أن دومي. جو غومبلاس سي أو كاري هي ماذا؟ هي دو سي عفوا هي دو فوا باردون هي دو فوا لينيرجي سي عند اللحظة تي تساوي الصفر، وتبقى عندنا ليكسبونونسيال دو موان دو تي سور تو. إذا اون فا سامبليفي دو افيك لو دو، دو غنجيو فوالا او سي الانستون تي. لاحظوا هي ماذا؟ هي او سي عند اللحظة تي تساوي الصفر اكسبونونسيال دو موان دو تي سور تو. دونك فوالا التعبير النهائي ديال لينيرجي أو الطاقة المخزنة في المكتف عند اللحظة تي تساوي صفر بدلالة أو سي في اللحظة تي تساوي صفر. إذا نمر للسؤال الموالي اللي هو يعتمد على المنحنى. قال لك اعتمادا على المنحنى بطبيعة الحال، فالمنحنى فهو يمثل الان دو أو سي أي الان دو لينيرجي ومغازيني دون لو كوندونساتور أون فونكسيون دو تون. ألوغ لا كون ميم كو فوز ألي فواغ كو سيت أون دغوات أفين qui ne passe pas par l'origine, et toute droite qui ne passe pas par l'origine, qui est une fonction affine, s'écrit tout simplement sous la forme A de T plus B. Donc on va traduire cela pour aboutir à résultat, ou bien à l'expression de E de C à l'instant T égale à 0 et à temps. Donc on va expliquer cette question, parce que nous essayons de faire le français, parce que nous avons dit qu'il s'agit d'autres. Donc, vous remarquez que la dalle est une dalle de l'alufi, la tamourou de l'asli de l'alem, bimana anna ln de e de t en fonction de temps فهي تكتب على شكل a de t plus b. اذا غنترجموا هذه المساله هذه ونعرفوا بان ما هو المعامل لو كوفيسيون ديريكتور، اي المعامل الموجه ديال هذه الداله اللي غيمكننا من تحديد المقادير الفيزيائيه المطلوبه. اذا غنكتبوا هاد الامور هذه فوالا. عندنا ln دونك غنقولوا ln de e de c de t en fonction de temps. Donc c'est pas la peine, ln de e de c en fonction de temps est une fonction donc est une fonction affine, c'est-à-dire on doit l'écrire ln de e de c. Donc on va s'écrire il y a ln
دو لا فورم هي نورمالمون الين دو كوا الين دو او دو سي اون لقيناها قبيله شناهي هي او دو سي على الانستون تي ايكال ا زيرو ليكسبونسييل دو موان دو تي سور تو دونك قلنا سي كوا غتكون الين دو ا بي سي كوا سي الين دو ا بلوس الين دو بي دونك سي الين دو او دو سي على الانستون تي ايكال ا زيرو بلوس الين دو ليكسبونسييل دو موان دو تي غتكون هي موان دو سور تي موان دو سور تو باردون فوا تي. اذا قلنا بان هذه الداله غتكون عباره عن ا دو تي بلس بي، يعني انه نستنتج هنا ان ا اي المعامل الموجه هو موان دو سور تو، و بي اللي هو الارتوب عند اصلي المعلم هو الان دو او دو سي عند اللحظه تي تساوي صفر. نتمنى يكون هذه الامور مفهومه لدى الجميع لانها من الامور المهمه التي تعطى غالبا في امتحان البكالوريا. اذا باش غادي نحدد هذا ا اللي قلنا هو المعامل الموجه يكفي ان ناخذ جوج نقاط، يعني لانه يساوي ماذا؟ هو لا فارياسيون دو الان دو او دو سي بارابور او طون. اذا غادي ناخذ جوج قيم، فوالا غنرجع معكم لاكور باش تفهموا هذا الشيء مزيان. اذا فوالا غناخذ هذه القيمه هذه اللي هي موان دو فيرغيل موان ويت فيرغيل 68، ناخذ قيمه اخرى مميزه كذلك بالنسبه لهذه القيم اللي عطاونا، تلاحظوا بان هي قيمه مضبوطه. اذا بما موان ويت هذه راه موان ويت فيرغيل 62 ما يوافق عليها ما يوافقها هي الصفر، بينما هذه يوافقها 5 ملي سكوند. اذا ردوا بالكم مع الوحدات، اذا غادي نكتبوا هي موان 8.62 موان موان 9.12 سور 0 موان 5، ولكن هذه اون ملي سكوند نرجعوها ل 10 موان 3، دونك غتعطينا موان 0.5. دونك فوزالي افكتوي، دونك غتعطينا هنا سي موان 0.5 سور 5 10 على بويسونس 3، دونك سي بيان ايغال ا 100 سكوند موان 1 افيك ان سين موان. وبالتالي من هنا نستنتجو طو. طو هي ماذا؟ هي 2 سور ا ستادير 2 سور 100، دونك سي بيان 0.2 سكوند او بيان 20 ملي سكوند. اذا بالنسبه للاو سي على الانستون تي ايكال ا زيرو، تعرفوا بان بي قلنا هي الان دو او دو سي على الانستون ايكال ا زيرو، دونك هي موان 8.62، يعني اون فا ديدوير او دو سي على الانستون تي ايكال ا زيرو هي ليكسبونسييل دو موان 8.62، دونك جي تروفي او دو سي على الانستون تي ايكال ا زيرو ايكال ا 1.8 10 موان 4 جول. اذا فوالا الجواب عن هذا السؤال. إذا غنشوفوا السؤال الآخر اللي هو يتعلق باستنتاج كل من قيمة أ والمكثفة كذلك سي. فوالا. إذا فيما يخص تحديد السي، لدينا دونك قلنا أو سي عند اللحظة تي تساوي الصفر هي أن دومي سي أو كاري، سي مجهولة و أو مجهولة. غادي نشوفوا الطو. طو سي كوا؟ سي ار دو فوا سي. اذا من هنا نستنتج سي هي طو سور ار دو. كونيسون لا فالور دو طو اي كونيسون لا فالور دو ار دو اللي هي 1 كيلو دونك البويسونس 3، دونك سا فا نو دوني دونك سي ايكال 20 ميكرو فاراد. دونك فوالا لا القيمة ديالها. وبالتالي بالنسبة لهاد الغولاسيون هادي غناخدو نستنتجو او او كاري. دونك او او كاري سي كوا؟ او كاري سي دو فوا لينيرجي على الانستون تي ايكال ا زيرو ديفيزي باغ سي، بمعنى ان او ني اوتر كو راسين دو او دو سي على الانستون تي ايكال ا زيرو سور سي. دونك اون فا فار اون ابليكاسيون نيميريك، دونك او سي دو فوا او سي سي 1.8 10 على بويسونس موان 4، ولقينا السي هي 20، دونك اون تروفي هي 20 ميكرو فاراد، يعني ستادير 20 10 موان 6 فاراد. دونك بور فاسيليتي لا طاش غادي نرجعها 10 موان 4، دونك هي ستادير 0.2 10 موان 4 فاراد.
دونك درت هنا باش نسامبلي فيها 10 موان 4، دونك هي 0.2 10 موان 4 دونك تو اون راسين، دونك فوزالي سامبليفي اي فوزالي تروفي اون جو تروف سي 4.2 دونك فولت. J'espère que ce résultat est bien correct. Maintenant, il ne reste quoi? Donc, on va voir le question. ترجم معكم السؤال، قال لك هنا نريد تركيبة مكتفة. إذا نريد تركيب واحد المكتفة ولكن أخرى سعتها سي بريم في دارة التفريغ لتقليص مدة التفريغ إلى نصف مدة الشحن دون تغييرها. إذا بين أن سي بريم تساوي سي سور 3. إذا بالنسبة لهذا السؤال فهو سؤال صعب شيئا ما، ولكن نعرف بأن أو تعرفوا بأنه في الدرس ديالكم أن عندما نقوم بوضع مكتفين على التوالي فيكون ذلك بتقليص، أما عندما نضع مكتفين على التوازي فنقوم بتضخيم سعة المكتفة وبالتالي الطوق غادي يكون أكبر. حنا نريد هنا التقليص، يعني خاصنا نوضعوا السي والسي بريم على التوالي. إذا سنكتب الجواب الآن. إذا قلنا غادي نوضعو مكتفين على التوالي دونك سي سي بريم. إذا هذا يعني أن المكتفة المكافئة ستكون هي التالي، أن أن سور سي إيكيفالون إيكالا أن سور سي بلوس أن سور سي بريم، أي أن سي إيكيفالون إيكالا سي سي بريم سور سي بلوس سي بريم. هذه أول حاجة خاص تكونوا عارفينها. إذا ننساوش بأن الطو بريم يعني ديال التفريغ هي ار 2، في هذه الحاله غتكون ار 2 فوا سي ايكيفالون، يعني ار 2 سي سي بريم سور سي بلس سي بريم. بينما ديال الشحن تعرفوا بانه هو ار اه سي. حنا نريد ماذا؟ نريد ان يكون هاد الطو بريم يساوي نصف قيمه الشحن، وبالتالي هذا يعني ماذا؟ يعني ان ار 2 سي سي بريم سور سي بلس سي بريم غتكون تساوي ار 1 فوا سي سور 2. دونك غندير واحد لي سامبليفيكاسيون هنا او لا دونك هنا ار 2 باردون ار 2 باردون هنا ما غاديش ندير سامبليفيكاسيون، ندير لان ار 2 هي 2 فوا ار 1 دونك اون فا سامبليفي تو سامبلومون سي افيك سي. دونك غاتولي ار 2 فوا سي بريم سور سي بلس سي بريم égal à R1 sur 2. بما أن R2 هي 2R1 fois C' sur C plus C'. Et on a égal à R1 sur 2. Donc je pourrais simplifier. On a 2C' fois 2. Donc ce qui implique c'est 4C' égal à 1 fois C plus C'. بما أن 4C' moins C' هي 3 سي بريم إيكال أ سي، وبالتالي سي بريم إيكال أ سي سور 3. دونك فوالا الجواب على هذا التمرين، فهو تمرين مهم جدا، أنصحكم بإعادته و تقاسمه مع أو مشاركتكم مع زملائكم في القسم أو في الثانوية. إذا على كل أشكركم على انتباهكم، ومن أراد أن بعض التمارين اللي هي في على هذا الشكل أو أصعب منها فيمكنه الدخول إلى القناة باك أون بوش، ويمكنه يمشي ديريكت للبلاي ليست الخاصة بمادة الكهرباء، سيجد مجموعة من التمارين المهمة والصعبة أحيانا. إذا ما بقى لي إلا أن أعيد أشكركم على انتباهكم، وأتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.